حرف بحرية قديمة تلاشت مع غياب رحلات الغوص، فصانع المراكب الشراعية الذي يطلق عليه أهل الخليج الجلاف لم يعد كما كان في سابق عهده، وكذلك غيره من الحرفيين الذين يحاولون جهدهم في المحافظة على صنعتهم لتوثيق تراثهم والتأكيد على هويتهم وتأصيلها. أهم الحرف هي صناعة الحبال، وعندنا صناعة القراقير، وعندنا صناعة السفن، وعندنا صناعة الغزل. هذه الحرف ما زالت الحمد لله بأمانة قائمة في، أنا يعني اللي لاحظته في جميع دول الخليج، ما زالت هذه الحرف تمارس في مثل متعارف عليه في دول الخليج، إلا ما لأول ما لتالي. ولم تكن الحرف اليدوية وحدها من جار عليه الزمان، فحتى الألعاب الشعبية الخليجية القديمة طالها ذلك الغياب، وحضرت في مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري بصور مختلفة، كالألعاب التي يطلق عليها محلياً الشكة والحبلية والصبة والدامة وغيرها من الألعاب التي جاءت للتعريف بوسائل الترفيه والتسلية آنذاك. أهل المنطقة الشرقية الألعاب الشعبية برمتها كلها حافظينها، لأن أهلهم عاشوا الزمن القديم فأصلوها فيهم. الألعاب الشعبية القديمة تعتبر كرياضة، اللي هي عندك القلينة اللي هي عصا صغيرة وعصا طويلة. تطور المجتمع الخليجي بجميع مكوناته لم يلغي تاريخه وبساطة أهله آنذاك، ليؤكد للعالم أجمع أن لا مستقبل لمن لا تاريخ له. بدر الشهري، العربية.